بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل في شرح الشابتر 6 الفريكونسي ريسبونس اند بود بلوت من مقرر التحكم الآلي. معكم الدكتور منجي محمد زيدي. هنا عندي ان اكزامبل فيرست اوردر هاي باس فلتر. كنا تكلمنا قبل هذا اكزامبل على اللو باس فلتر، وبالنسبة للفرق بين اللو باس فلتر والهاي باس فلتر هو يعني مكان العناصر. اذا عندي ار بعدها سي نتكلم على لو باس، هنا عندي سي وبعده ار في الاوتبوت يتكلم على هاي باس فلتر. هنا first of all I should determine the transfer function of my system، يعني في اوت على في ان، وبالتالي لو نسمي هذا مثل امبيدنس نسميه زد 2 وهذا الامبيدنس نسميها الزد 1. ايش عندي؟ عندي في اوت يعني باستعمال الفولتج ديفايدر، ال V out تساوي Z2 تقسيم Z1 plus Z2 مضروب في ال V in، وبالتالي V out على V in هي Z2 تقسيم Z1 زائد Z2، وبطبيعة الحال Z2 هي R والZ1 هي minus J1 على 2 pi F FC. يعني after some steps I can get V out على V in تساوي هذه هي الكوانتيتي، وير بطبيعة الحال في هذه الإكوشن عندي اف بي، الاف بي هذا إيكوال تو واحد على 2 باي اف ار سي، وبالتالي اتش اوف اف اللي هو في اوت على في ان يعني هو هو ذيس كومبلكس نمبر، يعني كومبلكس نمبر in the numerator على another complex number in the denominator، وبالتالي the magnitude h of f يعني هو magnitude of the numerator على magnitude of the denominator، وزاوية ال h of f هي زاوية النوميريتور ناقص زاوية الدنوميناتور. فبالنسبة لي magnitude h of f هو يكون في هذا يعني القيمة، وبالنسبة لزاوية الترانسفير فانكشن تكون بهذه القيمة، أو هي 90 ناقص ماين تان ماينس 1 أو 90 ناقص أرك تان F على FB. هنا سنرسم الـ H of F يعني Amplitude to Ratio، وسنرسم الـ H of F يعني زاوية الترانسفير فانكشن، لكن بدون استعمال الديسيبل، يعني الـ 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 as real quantity، بس as real quantity not in decibel، وبالتالي ال h of f as function of frequency عندي هنا when frequency vary from 0 to infinity the h of f can take this form، and for the phase when the frequency go from 0 to infinity the phase increases decreases like this. This is for h of f and the phase of f of my low pass my higher pass filter. Sorry. هنا كنا تكلمنا على الهاي باس فلتر، وسنناقش او سنرى في الشرح السابقة في تسجيل سابق لاحق ان شاء الله the variation of the magnitude and of the phase in term of decibel، يعني the bode plot in decibel. Thank you for your attention.